اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي نجم الاهلي الكبير كابتن محسن صالح. منورنا يا كابتن محسن. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك واهلا بهادر واهلا محمد. انت قابلت الناس خلاص. اهلا وسهلا بيك. عودا حميدا كابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي الكبير. اهلا كابتن اسامه، اهلا بيك عادل. وانا سعيد ان معاكم ومع كابتن محسن ومع الدكتور ثابت، وان شاء الله نبقى نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. ولاول مره النهارده معانا في استاد الاهلي محلل قناه الاهلي الدكتور احمد ثابت. نورنا دكتور احمد. نور حضرتك كابتن اسامه، سعيد بالتواجد مع حضرتك ومع كابتن محسن وكابتن عادل. طبعا شرف ليا التواجد مع حضرتك. تمام كابتن محسن، مباريات الاهلي والاتحاد دائما وابدا من المباريات الحلوه، المباريات الجماهيريه، المباريات اللي بينتظرها الجماهير، مباريات بيبقى فيها كره حلوه وفيها مباريات خارج الخطوط. عاده مباراه الاهلي والاتحاد ده كرنفال من سنين طويله. العلاقات بين الانديه بين الناديين علاقات ممتازه، العلاقات بين الجماهير علاقات ممتازه. يعني على ايام ما احنا لما كنا بنروح نلعب مباراه في اسكندريه في الاستاد الاسكندريه كنا بنبقى سعداء ان احنا رايحين نلعب مع الاتحاد الاسكندري وهنقابل جمهور الاتحاد الاسكندري. يعني جمهور بيشجع بطريقه فيها روح رياضيه عاليه جدا وبحماس كبير جدا طوال المباراه، في كفاءه في ارض الملعب، في نديه. وحضرتك كنت بتتكلم عن العلاقه بشايفينها في الملعب، مصطفى شوبير مع ادي المهدي سليمان وحراس مرمى الاهلي مع الاتحاد واللاعبين مع بعض، والعلاقه اللي حضرتك بتتكلم عنها يا كابتن مصر. اكيد. وايضا طبعا كمان الاثنين زملاء في المنتخب. يعني العلاقات دي مش بس بين لعيبه، ده علاقات جماهيريه، علاقات مسؤولين. ما تشوف العلاقه بين كابتن خطيب وكابتن محمد مصالح هتلاقي حاجه راقيه، حاجه فيها روح رياضيه عاليه جدا. وانا بشيد على فكره بمحمد مصالح بالمجهود الكبير اللي عامله مع نادي الاتحاد. وهبقى حزين جدا لو غادر بصراحه، يعني لان الاتحاد في حاجه الى مثل هؤلاء الرجال، مش بس هو، احنا الاسماعيلي ايضا محتاجه ان حد بيقدر ان هو يشيل المسؤوليه وينقذ الفريق. عامه نادي الاتحاد طول عمره نادي جماهيري ونادي نجوم كبار، يعني اعطى للكره المصريه لاعبين على مستوى عالي من ايام كابتن الديبه والصباغ والشتا والكاتو واسامي ثقيله جدا لغايه ما جاء الجيل اللي لعب معانا احنا في الثمانينات. شتا لعب في الاتحاد ولا كان في الاولمبي؟ مين؟ كابتن شتا. في شتا هنا وفي شتا هنا. في شتا هنا وهنا عشان جو اسكندريه. شتا في اسكندريه كلها. وبعدين بتجد الجيل اللي بعد كده اللي هو جيل طلعت يوسف، جيل شحته، جيل الجارم، البابلي، انا عايز اقول اسامي لانه الناس دي يعني علامات في تاريخ الكره المصريه. اتكلم عن عرابي حارس المرمى الوحيد اللي صدق خمس ركلات جزاء في مباراه الاسماعيلي، فيم خيمر، الكيلاني، محيي، محمد عمر، طارق العشري، احمد ساري، اسامي يعني تقيله كلهم لعيبه دوليين على فكره، مثلوا منتخب مصر كتير. في المقابل النادي الاهلي كان بيروح باجيال عظيمه، بدايه باجيال مش عايزين نبعد بعيد، صالح سليم ورفعت الفناجيلي والشربيني وابو غيده ومروان والجيل بتاع الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وحسن حمدي. كان دايما اللقاءات بتبقى لقاءات فيها نديه وفيها قوه وفيها روح رياضيه. والله وشايفين الجيل الحالي